بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم إخواني الطلبة صف الرابع متوسط في هذا الفيديو اللي هو النسب المثلاثية في مثلث. أول حاجة باش نتكلم عن النسب المثلاثية لازم يكون المثلث تاعنا راه مثلث قائم، يعني كما نظرية بيثاغورث. باش نطبق نظرية بيثاغورث تطبق في مثلث واش به اللي في الزاوية 90 درجة. مش شرط أن يكون قائم في نقطة A، قد يكون قائم في نقطة B ولا C، المهم أنه قائم إحدى زوايا قائم. كي نقول زاوية قائمة معناها القيس تاعها كما قد علمتم هو 90 درجة كما راكم تشوفوا في الشكل. فكل من الزاويتين ترجع الزاوية B والزاوية C واش بهم؟ ترجع زوايا حادة قيسها محصور بين 0 و 90. مستحيل يفوتوا 90 لأنه كما نعرفوا بلي مجموع الزوايا الداخليه تاع المثلث هي 180 درجه، يعني هذه تكون قرب من 90 وهذه حتى هي تكون قرب من 90، شو المجموع تاعهم يكون 90 مليح. هنا السؤال اللي حنطرحه ليك عزيزي طرب وراح الوتر، اين هو الوتر؟ اذا كان هذا ا بي سي مثلث قائم اين هو الوتر؟ نعم الوتر هو اللي يقابل الزاويه القائمه، يعني الوتر تاعنا هو بي سي. نعم هذا هو الوتر مليح. هذا يسمى بالضلع القائم الاول، الضلع القائم أول، وهذا الضلع القائم الثاني. إذا الضلع القائم الأول والضلع القائم اثنين مليح، والآخر هو الوتر. الوتر كما قد علمتم أعزائي الطلبة اللي هو أطول ضلع في المثلث مليح. مباشرة راح نفوتو مباشرة واش هو، راح نشوفو واش هو جيب زاوية حادة. واش معنى جيب زاوية حادة؟ اللي هو واش معناه اسمو الرمز تاعو اللي هو سينوس. سينوس لاحظ في المثلث القائم هذا سينوس الزاوية مثلا سي، سينوس الزاوية سي هذه واش تساوي؟ واش يقول القانون؟ السينوس هو الضلع المقابل على الوتر. نعم هو الضلع المقابل يعني اللي يقابل الزاوية على الوتر. لاحظ هنا الزاوية سي، هاي الزاوية سي تاعي، شكون هو الضلع اللي يقابلها؟ لاحظ الزاوية سي عندها ضلع اللي يجاورها، وعندها الضلع اللي يقابلها، وعندها الوتر. بون وتر المثلث. إذا الزاوية سي الضلع اللي يقابلها هو AB مليح، اللي هو الضلع القائم الأول، يساوي AB. لاحظ مليح عزيزي الطالب، استعملوا شوية الألوان، يساوي AB على ماذا؟ على الوتر اللي هو ماذا؟ اللي هو BC. والطول عزيزي الطلب راهو تبديلي، إما نقولو بي سي أو سي بي نفس الشيء، نقولو إما نقولو بي سي أو سي بي نفس الشيء. إذن هذا هو واش يساوي سينوس الزاوية سي اللي يسمى في الدرس جيب زاوية حادة، هذا هو جيب الزاوية الحادة مليح. اثنين واش يساوي جيب تمام؟ شو الفرق بين هذه وهذه؟ هذه جيب زاوية، هذه جيب تمام زاوية حادة، اسمه الرمز تاعو هو الكوس، هو الكوس. نشوفو في نفس الشكل واش يساوي كوسينوس الزاوية سي، كوسينوس الزاوية سي ماذا يساوي؟ يساوي خط كسر، هي هو المجاور على الوتر، يساوي الضلع المجاور المجاور على الوتر، طول المجاور على الوتر. لاحظ عزيزي الطالب الزاوية السي تاعنا شكون اللي جاورها؟ هذا هو المجاور. المجاور تاعنا واش يكون؟ اللي هو ا سي على شكون هو الوتر تاعنا اللي توجور هو اللي هو بي سي، سي على بي سي وضع لها. اذا التلميذ واش لازم يدير هنا؟ لازم نحفظ القوانين، نحفظ القانون تاع السينوس واش يساوي، ونحفظ القانون تاع الكوسينوس واش يساوي. العنوان الثالث راح نشوفوا اللي هو رقم 3، واش هو؟ اللي هو ظل زاوية حادة، ظل زاوية حادة اللي هو الرمز تاعو ماذا؟ اللي هو التونجونت، تي اي ان تونجونت. توجور تونجونت كذلك عنده
القانون تاعو شو يساوي؟ تانجونت الزاوية مثلا سي، وشو يساوي؟ في الحالة العامة نقول هو الطول المقابل على الموجة، المقابل المقاولين على الزائد الطول لازم يتحفظوا على الموجة. لاحظ ما قلناش على الوتر، قلنا المقابل على الموجة، المقابل على الموجة. لاحظ في الشكل شكون اللي قابل الزاوية سي اللي هو طول AB، نعم، على المجاور شكون هو اللي جاور الزاوية سي هو AC. أنا كاين ملاحظة بغيت نقولها، كاين بعض الطلبة كي تكون شكون هو المجاور للزاوية سي يقول لك هو BC أو AC، في زوز مجاورين. لا، المجاور للزاوية سي لازم نحيو الوتر، الوتر خاطي، تسمى هنا راح نحيو BC، يبقى المجاور الوحيد هو AC. وضعوا لها المجاور، هو في الحقيقة صح أن زوز أطوال مجاور للزاوية سي، هذه الزاوية زوز أضلاع يجاوروها BC و AC، نحيو الوتر إذا يبقى هو AC. واضح؟ هنا ملاحظة عزيزي طالب نشوفوها برك، يعني ممكن ما تلقاوهاش في الكتاب المدرسي، كملاحظة فقط لازم نعرفوا علاقة التونجونت ب علاقة التونجونت بالسينوس والكوسينوس، اللي هي تقول بلي تونجونت، هذه يعني نكتبوها على شكل ملاحظة، تحققوها حتى في الفيزياء. التونجونت تاع الزاوية، أي زاوية مش غير سي، أ ولا بي ولا سي، يساوي سينوس الزاوية على كوسينوس الزاوية. هذه ملاحظة مهمة جدا نستعملوها في إيجاد العلاقة بين تونجونت والسينوس والكوسينوس، يعني كون نحسبو السينوس نعوضو بالقيمة تاعو والكوسينوس نعوضو بالقيمة تاعو، راح نلقاو المقابل على المجهول. في الحقيقة هذه راهي علاقة أم، علاقة أم. كذلك ملاحظة ثانية مهمة جدا، تقول بلي قيمة الكوس والسينوس، يعني أي زاوية كوس مثلا زاوية سي والسينوس زاوية سي، محصوران بين العددين ناقص واحد و زائد واحد، محصورين بين العددين ناقص واحد وزائد، يعني مستحيل أن نلقى قيمة كوسينوس ولا سينوس تفوت زائد واحد ولا تكون أقل من ناقص واحد. مثلا هذا هو المجال تاعنا، مثال من ناقص واحد زائد واحد، ها قيمة الكوسينوس والسينوس تكون هنا، يعني مستحيل أنها تكون تفوت القيمة زائد واحد، ومستحيل أن تكون أقل من القيمة ناقص واحد. واضح؟ قد تدي صفر، تدي واحد، تدي ناقص واحد، تدي نص، تدي كذا كمان، لكن انه قيمة الكوس ولا السينوس تلقاهم مثلا 2 او 3 او ناقص 3 او ناقص 2 مستحيل. واضح؟ هذه ملاحظة مهمة جدا. اذا هذو هما القيم تاع الكوسينوس والسينوس. كون نشوفوا مثال عزيزي الطالب، نشوفوا مثلا مثال هنا باش نتعلموا، مثال برك نتعلموا من خلاله كيفاش كيفاش نجبدوا قيمة الكوس وقيمة السينوس. نرسموا هنا فرضا مثلث قائم، نبدلو شوية الزاوية، ما نقولوش دائما سي، نقولو مثلا المثلث تاعنا فرضا انه قائم في النقطة ماذا؟ في النقطة مثلا سي، اسمح لي تكون الوتر تاعو هو AB. لاحظ مليح كي يقول لي مثلث قائم في سي، الوتر هو الأضلاع اللي غايبين تكون هما AB، قائم في بي تسمى الوتر تاعو AC، قائم في A الوتر تاعو BC، قائم في سي الوتر تاعو AB، وهكذا. واضح؟ إذا الوتر هي النقطة الغائبة، قائم في بي معناه شكون اللي غايبة؟ نقطة A و سي، فهو وتره AC. كون نشوفو مثلا الشكل هذا، لاحظ معايا عزيزي الطالب، مثلا نشوفو تطبيق، تطبيق بسيط، يعطيني الأضلاع هذا مثلا، طول هو 10، مثال الطول هذا مثلا هو 4 فرضا، وهذه الزاوية تاعنا هي الزاوية بي، ونحوس مثلا على واش يساوي السينوس، الزاوية بي، واش يساوي السينوس؟ الزاوية حسب التعريف السينوس هو المقابل على الوتر، صح؟ إذا المقابل للزاوية بي اللي هو AC، والوتر تاعنا هو AB. واضح؟ راح نبدا نطبق، واش يساوي الطول AC هو 4، واش يساوي الطول AB هو 10. إذا نقولو بلي سينوس الزاوية بي واش يساوي 4 قسمة 10 اللي هي 0.4. لاحظ بلي سينوس، قيمة سينوس 0.4، نعم هي
ما فاتتش واحد وما هيش أقل من ناقص واحد، يعني محصورة بين ناقص واحد و زائد واحد. واضح؟ هذا مثال برك كيف حسبنا سينوس الزاوية بي بدالة القيمة. تمام؟ واضح؟ نفس الشيء بالنسبة للكوسينوس ونفس الشيء بالنسبة للطونجونت وهكذا. تمام؟ إذا راح نشوفوا عنوان اللي هو عنوان مهم جدا، كيفية استعمال الآلة الحاسبة. كيفية استعمال الآلة الحاسبة، هذا العنوان مهم جدا، كيفية استعمال الآلة الحاسبة العلمية بطبيعة الحال. أيوا، أولا هنا راح نشوفوا كيف نبحث عن قيمة كوسينوس ماذا؟ زاوية، يعني كوسينوس مثلا زاوية سي، كيف نحوس على كوسينوس زاوية مثلا كوم ان تيتر ديكزومبل، مثال نحوس مثلا واش يساوي مثلا سينوس 30 درجة، كيف نلقاو سينوس 30 بالآلة الحاسبة. واضح؟ شو تقول القاعدة؟ أولا نضبط الآلة الحاسبة على دوغري، هذه أول شيء، يعني نروح الآلة الحاسبة تاعي، الآلة الحاسبة تاعي نضبطها على الدوغري، لاحظ هنا مكتوبة دوغري، لأنه عندنا دوغري وعندنا راديان وعندنا غراد وكذا، إذا نضبط الآلة الحاسبة على الدوغري باللمسة ماذا؟ دي آر جي، كان اللمسة اسمها دي آر جي، دي آر جي، واضح؟ اثنين، بعد ما ضبطت الآلة الحاسبة تاعي على الدوغري، واش ندير؟ نكتب أو نكتب الزاوية تاعي، يعني نكتب 30 طبي 30، إذا هنا نشكل الزاوية المراد حسابه، الزاوية المراد حسابه، مثال تاعنا مثلا هنا نكتب 30، لاحظ مليح، أزيد طلب، قلنا دير صفر، ضبطت الآلة الحاسبة تاعي على الدوغري، نطبي 30 طبي 30. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثالثا واش ندير هذيك الساعة؟ نضغط على اللمسة اللي راني حابها انا، إذا كان حبيت سينوس نضم على سينوس، هاي أيليك سينوس، سينوس، وإذا كان باغي كوسينوس نضم على كوسينوس، وإذا كان باغي طونجونت نضم على طونجونت، أنا باغي سينوس، إذا نضم على لمسة سينوس، إذا كدا القيمة 0.5، نضغط على لمسة سينوس، إذا واش ظهر لي في النتيجة؟ ظهرت لي النتيجة ماذا؟ 0.5، ظهرت اللمسة بعد ما ضغطت الأخ ظهرت النتيجة 0.5، أي واش معنى الكتابة هذه؟ أي أن سينوس 30 تساوي 0.5، سينوس 30 تساوي 0.5، واضح؟ هذا باستعمال ماذا؟ باستعمال الآلة الحاسبة، نعم، الكلاسيكية يعني تسمى العادية. اما اذا كان عندنا آلة حاسبة بالطريقة هذه، يعني آلة حاسبة اللي تكون فيها بشكل متطور شوي، ها هذه سهلة خلاص، واش ندير؟ هذه آلة الحاسبة النوع الثاني، بس النوع الثاني هذه فيها البروغراماتور، تسمى في ديجان بروغراميا، واش ندير؟ توجور نتأكد باللي راهي مدار على الدوغري، واش ندير؟ مباشرة نكتب سينوس، نحوس مثلا اي في صفر، مباشرة نكتب ماذا؟ سينوس 30، مباشرة سينوس، هاي اللمسة سينوس، هذا شوف واش كتبت لي سينوس، ونطبي 30، شوف واش كتبت؟ سينوس 30، سينوس 30 إيكال، مباشرة نضم على تساوي، شوف واش حلقة؟ تساوي 0.5، يعني مباشرة نكتبها ديريكتومون. إذا النوع الثاني واش نكتب؟ نكتب مباشرة سينوس 30، تعطي النتيجة ديريكتومون قداش؟ 0.5، يعني ساهلة خلاص. إذا باستعمال الطريقة الثانية سهلة خلاص، نعاود وعيد واش نديرو؟ باستعمال اللمسة الثانية نضم على سينوس، أيليك تكتب لي سينوس، ونكتب هنا 30،
ايغال فوالا سي ديستونس ايغال 0.5 واضحه مليح. هذا ماذا كيفاش نحوسوا على السينيس ولا كوسينيس تاع زاويه واضح لا يعني كون زيد نعطيكم مثال مثلا تحاولوا فيه وحدكم مثال كون قلت مثلا حسب لي طونجونت طونجونت 45 درجه واش تساوي طونجونت 45 بون نجبد نخدم بالاله الحاسبه الكلاسيكيه سينوس قلنا نضبط اول حاجه الاله الحاسبه على الدوغري كما نطبي الزاويه تاعي 45 على 45 ونضم على طونجونت تي ان اذا نتيجه 1 اذا نكتب طونجونت 45 يساوي 1 وفعلا طونجونت تاع 45 درجه 1 كون نخدموا بالاله الحاسبه هذه ها الحديثه نطبي طونجونت وراح طونجونت راح طونجونت مباشرة طونجونت لاحظ واش تكتب لي طونجونت 45 45 تمام ها ايغال 1 تسمى سهلة بالآلة الحاسبة العلمية هذه الحديثة سهلة خلاص واضح وكأنها عبارة عن كمبيوتر نكتب ديريكت نكتب طونجونت 45 يعني كيما راني نشوف فيها كيما نكتبها نكتب طونجونت رقم 1 ثم نشكل الزاوية تاعي 45 وهذه واش تعطينا يعطينا النتيجة واضح سهله سهله مليح مليح. هنا درك نشوفوا نفوتوا ليطاب لا دوزيام ايطاب انه كيفاش نحوسوا على الزاويه بمعرفه القيمه لان يعني العنوان كيفيه البحث عن الزاويه العنوان الثاني تاعنا استعمال اله حاسبه الجور اثنين دوما نحن في استعمال استعمالات الاله الحاسبه بصح ثاني واش راح نديرو كيفية البحث عن الزاوية بمعرفة قيمة كوس الزاوية السي أو سينيس الزاوية السي أو طونجونت الزاوية السي يعني كيفاش نحوسو على ماذا نحوسو على الزاوية تمام يعني مثال كون نعطيك مثال مثال انا عندي مثلا سينيس الزاويه ا مثال تساوي 0.5 بغيت نعرف نبحث عن قيمه الزاويه اذا هنا نحوس ماذا عن قيمه الزاويه او نبحث عن الزاويه كيف نحوس ولا ا يعني نفركت ولا الزاويه ا كم تساوي بالدرجات كم بالدرجات هذا هو المعنى يعني معنى معنى المعنى المطلوب واضح اذا هنا نحوسوا مثلا سينيس الفا ا واش تساوي هي القيمه تاعها 0.5 بغيت نلقى واش تساوي اذا الاله الحاسبه واش راح نديروا نرجعوا الاله الحاسبه الكلاسيكيه توجو نضبط الاله الحاسبه على الدوغري نعم واش راح ندير هنا هنا اول حاجه نحوسوا نطبيو القيمه هذه اولا اذا نضبط الاله الحاسبه ركز معايا عزيزي الطالب على الدوغري مليح اثنين نكتب او نشكل ماذا القيمه هي في الحاله تاعنا 0.5 اذا نطبي في الاله الحاسبه 0.5 لاحظ نطبيو القيمه اللي هي 0.5 على الشاشه ها من بعد نضغط على الزر دوزيام فونكسيون راكم تعرفوه الطلبه واش هو دوزيام فونكسيون دو ان دي اف هذه نضغط على دو ان دي اف غايجيك هنا دو ان دي اف ها ثم نضغط على السينوس نضغط على السينوس اذا قداش القيمه 30 واضح اذا الزاويه هذه هي بالدرجات هي 30 اذا نضغط قلنا نشكل القيمه اللي هي 0.5 نعم ثالثا نضغط على اللمسه دوزيام فونكسيون اللي هي اسمها دو ان دي اف راكم تعرفوها متاكد بلي راكم تعرفوها اعزائي الطلبه دوزيام فونكسيون ثم واش ندير نضم على نضغط كذلك على اللمسه سينوس اذا كان حاب سينوس نضم على سينوس واذا كان حاب طونجونت نضم على طونجونت وهكذا واضح تمام مليح كون عاودوا نفس المثال هذا نفس المثال
اكزومبل 2 بمعرفه القيمه تانجنت الزاويه مثلا سي تساوي مثلا 1، يعني شكون هي الزاويه اللي تانجنت تاعها تساوي 1. حنا نعرفوها بالزاويه هذه هي 45 درجه. 45 درجه واش نديرو؟ واش نديرو؟ نعاودو ندير صفر، نرجع صفر اون توجور، راني في الدوغري كما راني في الدوغري. اذا واش نديرو؟ نضغط على نشكل القيمه تاعي هي شكون هذه، هي واحد. نشكل دائما القيمه واحد، نكتب هنا واحد، نعم واحد. نضم على دوزيام فونكسيون هاي جات دوزيام فونكسيون في ليكرون. من بعد واش ندير؟ طونجونت 45، واضح. اذا الزاويه تاعي هنا سي هي 45 درجه. كون حاب نتاكد هل طونجونت 45 فعلا يساوي واحد، ندير 45 طونجونت هي واحد، واضح ولا؟ اذا هنا كيفاش نعاود عزيزي الطالب، هنا كيف نبحث عن الزاويه؟ الطريقه الثانيه هذه كيفيه البحث عن الزاويه. اعيد، كيف نحوسوا على الزاويه؟ نضبط الاله الحاسبه على الدوغري، نشكل القيمه اللي عطاها هذه مثلا كما الحاله هذه، نحوس على سينوس ا تساوي عندي سينوس ا تساوي 0.5، واش تساوي ا؟ اذا نضغط على 0.5، نطبي 0.5، نشكل القيمه 0.5، من بعد ندير دوزيام فونكسيون، من بعد ندير سينوس. اذا هنا درنا سينوس، علاش؟ باسكو هنا مكتوبه سينوس. هنا على درت طونجونت، على طبيت قبيل تاع طونجونت، باسكو من عندي طونجونت. كون جاندي كوس نطبي على الكوس، يعني التلميذ لازم دائما يعاود يرجع للمعادله باش يشوف اسكو يطبي سينوس ولا كوسينوس ولا طونجونت، تمام؟ لكن الامر مختلف في الاله الحاسبه هذه، في الاله الحاسبه هذه الامر مختلف. هنا واش نديرو؟ هنا واش نديرو؟ هنا العكس. هنا اول حاجه لازم نضم على شيفت، اذا هنا نشوفو باستعمال الاله الحاسبه، الاله الحاسبه النوع الثاني. كاين اللي عندهم النوع الثاني، كاين اللي عندهم الاله الحاسبه البسيطه النوع الثاني كيما هذه. هنا واش راح ندير؟ هنا اولا نضغط ماذا على شيفت، هاي ليك شيفت، هاي ليك شيفت، ثم على شيفت، تمين. بعدها واش راح ندير؟ بعد ما نضم على شيفت نضغط على لمسه سينوس، سينوس يعني وكأنه نستعمل في السينوس أس ناقص واحد، سينوس أس ناقص واحد. إذا نضغط على شيفت، من بعد سينوس اثنين، نضغط على السينوس، بعدها راح نضغط على ماذا؟ على 0.5، 0.5، النتيجة كم؟ 30. وش واش تكتب بالآلة الحاسبة؟ سينوس أس ناقص واحد 0.5. إذا نتا كي تضم على شيفت هذه واش يصرى؟ راح تاكتيفي، راح تاكتيفي ليزابليكاسيون لي فوق السينوس، كما ولا؟ كما مثلا كون نضم على شيفت وندير اللمسة كوس، معناها ما كتبتش كوس، راني يعني كتبت لي فوقها شكون هي؟ هي كوس أس ناقص واحد، تمام؟ يعني نحن نلقى البرمجة العكسية، معناها لي فوقها هي سينوس أس ناقص واحد، تمام؟ إذا ثالث واش قلنا؟ نضغط أو نشكل القيمة 0.5 اللي عندي. إذا هذه كل على واش؟ حنا قلنا مثلا سينوس أ تساوي 0.5، واش غنديرو؟ قلنا أول حاجة نضغط على شيفت، لاحظ ما نعيد نعيد. أول حاجة كيفاش نلقى عندي سينوس أ تساوي 0.5؟ بغيت نلقى أ الزاوية كم؟ كم هي الزاوية؟ واش ندير؟ نضغط على شيفت، نضم على شيفت. من بعد نضغط على السينوس، سينوس مليح، شوف واش كتب لي سينوس ناقص واحد. من بعد نشكل القيمة اللي هي 0.5، 0.5 إيه تساوي 30. إذا الزاوية تاعي هذه هي 30 درجة، 30 درجة. إذا عزيزي الطالب بعد ما تعلمت كيف تحسب الزاوية وكيف تلقى القيم وكيف تلقى كيف تستعمل الآلة الحاسبة، راح نشوفوا المثال تاعنا هذا نخدمو به باش نفهمو شوية مليح. مثال كون نشوفو مثلا الرقم المثلث القائم هذا مثلا بي أ سي، مثلث قائم في النقطة سي،
فرضا عطانا قيمة الطول بي سي، فرضا عطاهولنا هو 4 مثلا 5، وعطانا الطول ا سي فرضا هو مثال، ولا عطانا هذا الطول ا سي وعطاني هذه الزاوية هي 30 درجة، ما عطانيش الطول ا بي وما عطانيش مثلا الطول ا سي. وجا السؤال قال لي احسب الطول ا بي فاصلة والطول ا سي، كيفاش ندير هنا باش نلقاو الطول ا بي والطول ا سي، يعني عطاني مثلث قائم فيه علم فيه ضلع وزاوية. نحوس واش يساوي الطول ا بي واش يساوي الطول ا سي. هذا التمرين مثلا جا في اختبار، انا يعني زيته من مباشرة من اختبار قدامي هنا، اختبارات الثلاثي الاول. تمام، اذا هنا كيف نلقاو الطول ا بي وكيف نلقاو الطول ا سي. لاحظ عزيزي الطالب، هذه ملاحظة نشوفوها مليح، كيعطيك مثلث، كيعطيك مثلث وغاب الوتر، لاحظ هنا الوتر غايب، اذا هنا لازم تبعد على السينوس والكوسينوس. واش نديرو؟ نروحو مباشرة للطونجونت. وكيف نعرف بلي نخدم بالطونجونت ما نروحش لبيثاغورث وما نروحش كذا؟ كيف نعرف بلي نخدم بالنسبة المثلثية؟ أول حاجة كيكون عندي مثلث قائم وعطاني أحد الزوايا، كيعطيني أحد الزوايا تسمى نفهم بلي راح نميل لماذا؟ إلى النسب المثلثية. لكن كي نروح النسب المثلثية هل نخدم بالسينوس ولا الكوسينوس ولا الطونجونت؟ إذا مادام ما عطانيش الوتر نروح للطونجونت. إذا لاحظ معايا عزيزي الطالب نشوفوا الحل، راح نخدم شو يساوي طونجونت الزاوية أ، طونجونت الزاوية أ واش يساوي؟ وش يساوي طونجونت الزاوية أ؟ ها؟ يساوي الطول المقابل اللي هو معلوم هو 5 ماذا على المجاور اللي هو المجهول، المجاور تاعو اللي هو أ بي، هذاك اللي نحوس عليه. تمام؟ هنا واش عندي؟ عندي المقابل اللي هو مقابل الزاوية هو بي سي، والمجاور تاعي اللي هو أ بي. بي سي هو عندي 5 و أ بي هو المجهول تاعي. لاحظ قال لي أحسب ماذا؟ احسب ا بي اللي هو المقام. واش نديرو؟ راه نحيو الزاويه ا نعوضوها بالقيمه تاعها اللي هي قداش؟ هي طونجونت 30 درجه تساوي 5 على ا بي. تمام، نحوسو على ا بي تسمى هذا ما يتبادلوا الاماكن تاع مع بعضهم، يعني بطريقه غير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطيه، باسكو المقام تاع طونجونت 30 هو 1. ولا مباشره راح نبدل موضعي الطرفين الوسطين. تمام، اذا ترجع لنا ا بي شو يساوي الطول ا بي؟ يساوي 5 على طونجونت 30. تمام، اللي ما فهمش يدير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطيه، 5 في 1 هي 5، ا بي في طونجونت 30 هي ا بي طونجونت 30. ومنو ا بي شو يساوي؟ يساوي 5 على طونجونت 30. واضح؟ لاحظ نفس النتيجة، 5 على طونجونت 30. واش نديرو؟ نجيب الآلة حاسبة نحسب واش يساوي طونجونت 30. هنا مباشرة قلنا نديرو طونجونت، نكتب طونجونت 30، طونجونت 30 تساوي درت القيمة تاعها، ماذا بينا نهزوها كيما راهي كاك باش نتحصل على الطول مضبوط. إذا تعطيني 0.57735، 0.57735. تمام، وهي أحسن طريقة أني نقسم مباشرة، ندير 5 قسمة كي تكون عندي أحاسيب كيما هذي، ندير 5 مباشرة قسمة طونجونت 30، 5 قسمة طونجونت 30. واضح؟ فوالا بالطريقة هاذي ندير 5 قسمة نفتح قوس طونجونت 30 بالطريقة هاذي، 5 طبي 5 قسمة نفتح قوس، لاحظ نكتب طونجونت 30 ثم نغلق قوس، لاحظ واش كتبتلي 5 قسمة طونجونت 30 وندير تساوي، واش منديرش تقريبات وكذا كذا، النتيجة مباشرة واش تعطينا؟ تعطينا 8.66052، يعني نقولو 8.66. 8.66، واضح؟ 8.66. فمين؟ مليح.
على الحاسبه دي مليح سيتو اللي يعرف يستعملها مليحه بزاف خاص تساعدكم بزاف خاص. اذا باش نقولوا بلي الطول ا بي واش يساوي 8.66 مليح واضح. السؤال الموالي هو حساب الطول حساب اسي حساب الطول اسي ايوا كيفاش نحوسوا الطول اسي نعاود نرجع هنا بون هذا لقيناه 8.66 ولا 8.66 باش نلقاو الطول اسي اما نخدمو بنظريه بيثاغورث ولا ماذا بينا ما نروحوش لبيثاغورث حنا هدف تاعنا هو النسب المثلثيه ولا نخدمو بماذا نخدم ب الكوسينوس او السينوس علاش مادام نحوس على الوتر الوتر وانا جاي نلقاه نلقاه في الكوس او السينوس لكن السؤال مطروح واش رايك عزيزي الطالب نخدم بالكوس ولا السينوس هاي فكر ترى هل نخدم بالكوس ولا السينوس نعم نخدمو بالسينوس علاش لانه السينوس هو المقابل على الوتر المقابل قيمه مضبوطه لاحظ خمسه قيمه مضبوطه صح ولا كي كون تروح تخدم بالكوسينوس هو 8 المجاور على الوتر المجاور هو 8.66 وقد تكون راك غلطت في القيمه تفهم ولا اذا كي تخدم بالسينوس راح تهز القيمه تاعو خمسه ومام طون خمسه مضبوطه واضح ولا اذا انا باش نحوس الطول اسي ماذا بينا نروحو لماذا القانون تاعو واش السينوس شو يساوي السينوس ا يساوي المقابل اللي هو معلوم خمسة على الوتر واضح المقابل اللي هو خمسة الوتر هو ما عنديش نقول هو عبارة عن أ أسي تمين بنفس الطريقة بنفس الطريقة راح نعوضو سينوس أ اللي هي 30 تاعنا 30 درجة تساوي خمسة على أسي هذا يتبادل البايس مع بعضهم ترجع لي أسي واش تساوي تساوي خمسة على سينوس 30 درجة تعلموا الطريقة هذه عزيزي الطالب تعلمها كي تكون عندك أ تساوي بي على سي وتحب تجبد سي سي تبدل الباصة مع أ يقولوا روح مع بعضنا نتبادلوا مع بعضنا ترجع سي تساوي بي على أ واضح طريقة بسيطة باش نيفيتيو طريقة الرابع المتناسب وندير جدا الطرفين يساوي جدا الوسطين واضح فاهمين إذا أ سي تساوي خمسة قسمة سينوس تاع 30 سينوس 30 نكتب ولو أنه عرفناه من قبل نكتب سينوس 30 تساوي 0.5 واضح 0.5 5 قسمة 0.5 قداش النتيجة فيها 10 إذا طول أسي كم هو 10 واضح عزيزي الطالب كون تحب تأكد طبق نظرية دير نظرية نظرية الأكسية بيثاغورث كون تحب تأكد واش حتلقى حتلقى 10 مربع هي 100 مربع الوتر يساوي مجموع مربعين ضلعين قائمين 5 مربع اللي هو 25 و 8.66 مربع لاحظ 8.66 مربع كم تساوي 74.99 74.99 بالتقريب هي 75 واضح 75 زائد 25 تعطينا 100 اذا 100 تساوي 100 واضح اذا لاحظ بلي علاه خرجت لنا بالفاصله دخلنا 74 فاصل لانه 8.66 يعني قيمه قربناها قيمه مقرب قيمه مقرب فهمين راح نشوفوا اخر تمرين اخر تمرين كون عطينا مثلا هذا التمرين قاعد نشوف فيه ثاني في اختبار على واش عطانا عطاك مثلث قائم بالطريقه كيما هذه عطاك الطول هذا 4.5 طول اسي مثلث قائم في نقطه سي وعطاك الطول هذا 2.5 هنا الزاويه اكس واش هو السؤال قال لك ابحث عن قيمه ماذا قيمه اكس اذا لاحظ عطاك مثلث ا بي سي قائم في ا طول ا سي 4.5 وطول ا بي 2.5 وهذه الزاويه اسمها اكس اذا باينه بلي هذه 90 درجه قال لك حوس عن اكس يعني كيفاش نلقاو الزاويه قيمه الزاويه اكس هنا واش راح نديرو عزيزي الطالب هنا باش نحوسوا على قيمه اكس اكس لاحظ المثلث هذا الوتر ما كانش صح مادام ما كانش الوتر واش قال لي الاستاذ انه ما نخدموش بالسينوس والكوسينوس روحوا مباشره الى طونجونت اذا نحسبوا واش يساوي طونجونت الزاويه بي تساوي
هي طنجنت اكس واش تساوي؟ تساوي المقابل طول المقابل على الطول المجاور. هذا قانون يتحفظ. شكون المقابل للزاويه بي؟ هي 4.5 اللي هو اسي. وشكون المجاور اللي هو ابي؟ اسي قداش؟ هي 4.5 وابي كم؟ اللي هو 2.5. نقسم بالاله الحاسبه 4.5 قسمة 2.5 4.5 قسمة 2.5 النتيجة فيها 1.8، معناه أن طنجنت الزاوية بي يساوي ماذا؟ 1.8. وشكون نقولو قبيل؟ كيف نلقاو الزاوية بي؟ كيف نلقاوها؟ قلنا عندنا طريقتين. الطريقة نخدمو بالآلة الحاسبة هذه، قلنا نديرو شيفت نكتبو طنجنت من بعد نشكلو القيمة 1.8 تساوي إذن الزاوية 90.945، يعني بالتقريب راح نقولو هي 90.9 كذا كذا. تسمى راح نزوها قداش؟ راح نزوها 61 درجة. إذا أحسب عطاتني 60.94، إذن بالتقريب نقولو الزاوية بيتا أو الطول إكس بالتقريب هو 61 درجة. تمام، كون نخدمو بالطريقة هذي تاع الحسبة هذي البسيطة، كيف نلقاو طنجونت بي تساوي 1.8؟ واش حنديرو؟ قلنا نلقاو نديرو السحب، القيمة هي 1.8، 1.8، من بعد نديرو دوزيام فونكسيون، من بعد واش نديرو؟ نديرو طنجونت، صح طنجونت، إذا القيمة نفس النتيجة هي 60.945، تمام؟ واضح؟ بالتالي الزاوية تاعنا إكس هي قداش؟ 61 درجة، واضح؟ نعطيك تطبيق عزيزي طارق تحاول فيه وحدك، نعطيك تطبيق تحاول فيه وحدك، يعني كون نعطيك نفس الشكل، نعطيك نفس الشكل، هذا التطبيق تحاول فيه وحدك عزيزي طارق، أ، ب، سي، نعطيك الطول أ سي هو 3، ونعطيك الطول بي سي 4، ونقولك وجد لي الزاوية، الزاوية سي كم؟ تمام؟ قداش الزاوية سي؟ هذا من جهة، كيفاش تحوس هاد الزاوية سي؟ هذا التطبيق يعني تحول فيه وحدك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.